مرحبا، صباح الخير وسلام للجميع. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. وهاي طريقة وصلتني من احد الاصدقاء عن طريقة نصب جديدة عم بتصير في كندا. احنا كنا نحكي دائما انه انتبهوا من الناس اللي بتبعت لكم او بتحكي معكم تلفونيا، بقول لك انا مثلا من ريفينيو كندا او من مصلحة الضرائب، وفي عليك مصاري وفي عليك شغلات ادفع لي اياها الان، اذا ما دفعتها حيتجيك الشرطة الآن، فبتخلوك تروح تجيب كروت. عادة هذه طريقتهم، كروت أمازون أو كروت شو اسمها هاي تبعت الأبل بلاي أو الستور، أو معلش في شمس وراي، الشمس قوية اليوم، أو شغلات ثانية. المهم بخلوك تشتري كروت جيفت كارد، لأن هاي مش سهل إنك تتبعها. الان بالطريقه اللي انا بدي احاول اشيلكم الجلير هذا اللي ملاحقنا. طيب المهم الصوت اهم شيء، بتعرفوا شو الفكره. في طريقه جديده عم بتصير انه بيجيك رساله من البنك تبعك، البنك تبعك او احد البنوك اللي انت مشترك فيها، وبكتبوا لك انه للاسف عندنا معلومات ناقصه عنك، الرجاء تزويدنا بهذه المعلومات. وعاده بطلبوا منك السوشيال انشورنس نمبر، وبطلبوا منك تاريخ ميلادك والاسم كامل زي ما هو مسجل عند الجوفرمنت. طبعا خلص ما دام عرفوا الثلاث شغلات هاي بكل سهوله انهم ممكن يدخلوا على حساباتك، ممكن يدخلوا على اي شيء مستقبلا. وبعثوا لك prepaid envelopes. prepaid envelopes يعني مغلف ومحطوط عليه عنوان ومدفوع، يعني عشان ما يغلبوك انك تبعت هاي الرساله. وفي زي فورم انت بتعبيه بس وبتبعته، وعادة بتكون مروسة باسم البنك، ويعني كأنها قانونية جدا جدا. بدكم تنتبهوا، اتصلوا في البنك دايركت في حال وصلكوا شغلة زي هيك. هي عم تنتشر الآن في كندا، واسألوا هل فعلا طلبوا هاي الشغلات، وإذا طلبوها روح أنت بنفسك على البرانش أو على الفرع وأعطيهم المعلومات المطلوبة حسب القانون. ما تبعت إشي بالبريد. اللي عم بتصير الآن الحكومة عم بتحذر من هذا الموضوع، وعم بتصير عمليات نصب كتير. وللأسف للأسف يعني إذا صارت هاي العملية بتكون أنت الصاحب المشكلة، أنك أنت اللي عملت ليك للسوشيال انشورنس نمبر. النصابين بلاقوا شغلات ما أنزل الله بها من سلطان، طرق غريبة وعجيبة جدا. لكن بدي إياك تنتبهوا، وإن شاء الله تضلكوا سيف، ونراكم في حلقة أخرى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.